السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا بعد ما ركبت الموتور سوى عملت لها دياغنوستيك ما طلع شيء، اضربت طلع على اللامسون هذوما هذو. لا الرعشة ما قالكش منيش الرعشة؟ ما قاليش. راه مسك سياتير بشوية، مسك سياتير بشوية. سيلير بشوي بشوي، سيلير بشوي بشوي. أعطيها ضربة واحدة. عاود ضربة واحدة. لا لا يعني اخضرها غدران. اكسليري شعرة شعرة. اكسليري شعرة شعرة. لا دوب ليش دوب ليش. باهي. صافا باهي. المشكل هذا ما كانش عندك الموتور القديم. باهي الموتور القديم وين؟ السيبور هذايا المنيوم ولا حديد؟ نورمالمون المنيوم. المنيوم مش موتورها معناتها. معناتها هذا مش موتور. أنا حسيته عم مختار مش عارف، أنا حسيته مريفز الموتور هذا، حسيته مش عارف، جوا كله أكثر. ينجم يكون ممسوس، ينجم يكون ممسوس لكن أمام طون. نتاع الكارتير باقي جوا أبيض. ريتا هذا. كي ركبته نتاعكم أنت ما جيش هنا. ما جربتش. على خاطر هما اللي جابوا ركبوا الموتور هكاك فهمت، من النهار الاول اللي يدور خدا يرعش. وما كانش فيه الديفو هذا ما كانش عندك قبل بكل. في الموتور الاخر لا، الموتور نتاعي ما كانش. الصباح كي تبدا بارده يرعش شويه تسخن يركب. والديجنوستيك ما خرج لك حتى شيء. لا انا ما خرج لي حتى شيء، ضرب على اللامسون هذوما في زوج بدلهم وعمل لهم الفيشات. باهي وشنو راي الميكانيسي اللي ركب؟ الميكانيسيان ما هاني ودك ما هو شرا هو غالك لازم يخدم. هو شرا لك الموتور ولا انت شريته؟ الموتور انا شريته من عند معناها الميكانيسيان وحده والموتور شريته من عند وحده. انت اللي جبت الموتور. يسمى المعرفه نتاعو هو. المعرفه نتاعو هو مش نتاعي انا. فهمتني؟ هو الراجل الحق انا كلمه حق في الراجل اللي يبيع راجل طيب فهمتني؟ هذه تعمل الرعشة هذيك هذه ريتها هذه كذا ما تخدمش تعمل الرعشة هذيك وهذه اذا كان ما تقراش المعلومات صحيحه خاطر تمشي بالزيت هذه بضغط الزيت باش تفرقها ما يقعد يرعش الموتور انت ما عملت حتى شيء في هذا من القديم ما رجعت شيء ما بدلتش هذه ما عملتش كان كان البوبينه البوبينه ومش من القديم من الموتور نتاعو هاي البوبينه نتاعو نتاع هذايا هاي عندي انت في الوقت والبوجيات شافهم شافهم نظفهم مش عارف غير سباك ليزانجكتير ليزانجكتيرات في هذايا اي لا هذوما اللي جاي داخل مسهمش مسهمش نتاعك انت نفس اللون هاي كيف هو نفس اللون حلو ولا خضر؟ حلو هذا مش حلو وهكا انا الموديل كيف كيف حسن حسب ما قال لي هيك اخ اللي عندك هذية لا ما قلت لك هذاك مش كيفي وقال لي اكيد هذا يا ست شوفو مش ست شوفو اللي عندي انا في الكارتيجري ست شوفو اي مش ما قلت لك حنا نفرقوا بهم بالالمنيوم هذا والفونت جبناه مره الالمنيوم ما ركحناش حتى حنا اساس مو فونت جربنا العكس جربنا الالمنيوم على الفونت هو عنده خو هذا اللي جانا وقتها 200 جانا فيه الفونت جبنا له الالمنيوم مركح واليوم بدلنا له الموتور معناه المشكله هكا ولا هكا مش ما مش, مش 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 اكيده تو الرعشه هذه عندها عده اسباب عندها ينجم يكون الكسوار واحده منهم بخيله ما تخدمش وهي في الرونتي بخيله ينجم يكون فما انجكتور يعطي ضعيف ينجم يكون بيستون نسموها راتي نقص كومبريسيون عده اسباب تو حتى كان باش تبعوها باش يفرك لك الموتور كله وانا نجرب هذه العملية تو معناها هو هكا راك ما يركحش هذا يقدر هو الميكانيسي شغال غالي مع الوقت تو يركح مازال الموتور كان راقد تو يركح والركحان علاش ما يركحش من الاول؟ علاش يعطيك الصحة معناها كي يسخن نورمالمون نهارين ثلاثة انا مسك ركبته نهار الخميس هذا يظهر لي واحد بابير بتاع لا عادي نسمع فماش حاجة يعني هذاك نورمال لا عادي اللي يخوف هو الباخ يهضر لا ما هما اذا كان في السمش راه تشوف الباخ كان في الظلم لازمك تشوف فهمت هذه هذه تسمى الالمنيوم
قلت له هذا انا منيح. وهذا يا فونت اكحل حديد، نقول احنا حديد، نقول حديد مثال ثاني. وهذا الومنيوم، وهذا الومنيوم باهي. اذا كان عندك خو هذا معناتها يمشي ترجع المحرك اللي هو خو هذا، تمشي ترجعه له وتعطيك المحرك كما هذا، موتور كما هذا. لو كان عندك خو هذا معناتها هو موتورك، لكن هذا فيه اشكاليه. معناها مثال موتور هذا اي كي بدا ينحي له هذا ويحط هذا، ما يجي مش مشكله في اول، مشكله في القوه. مش نفس القوه، مش نفس القوه، مش نفس القوة. هم معناها في الحالة فما الان بوان، الان بوان ان ولا ان بوان كات ولا فما حتى المواتير. هذا ان بوان كات هو ما نجيش تعرف، انا من ناحية البيسون، انا من ناحية البيسون. احنا باش نفرقوهم قلت لك صارت لنا هذه، صارت لنا احنا ركبنا عكس بعضهم، عكسك انت. هو عنده الفونت وحاولنا نركبوا الالمنيوم ما مشاش، ولكن الحين ركبنا الالمنيوم وشيء خاطر علاش ديفو جاي مع الموتور. انت ما كانش عندك، ما كانش انا موتوري لازم مشكلته، قلت لك المشكله الوحيده نتاعه زيت. مادام ما كانش معناتها معناتها الامور نتاع السياره سليمه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه سياره 207 بنزينه، فيها المحرك هذايا معروف، المحرك هذايا اللي هو سموه احنا اربكام اعلى من الاربكام، هي اربكام اعلى من الاربكام. موتورها الاول كان ياكل زيت فاسد، غيرناه له المحرك هذا جديد. نعطيك مبسط عليه، هذا فيه دوبل اربكام، سموه احنا محرك دوبل اربكام اشماعي، ولا والبوبينه جايين في الوسط. كابتير هذايا جاي في راس يعني ما بين الاربكامات الزوز. عندنا من هنا هذايا مصب بالزيت، عندنا هذايا بلف التبخير اللي هو برين الفلير، عندنا هذايا الكور بابيون اللي هي الفراشه، عندنا هذايا الكابتير اللي هو يفرغ الهواء من وسط الخزان. هذايا عنده فعاليه في تفريغ الهواء من الخزان نتاع نتاع البنزينه او الديزل احيانا تلقاه في السيارتين في النوعين. عندنا من هنا هذايا الحساس نتاع الشكمو، الحساس نتاع المدخنه اللي هو حساس البيئه. عندنا من هذايا المولد نتاع الكهرباء. طبعا من هنا هذه الحامل الموتور، السيبور نتاع الموتور، هذه حالات كلها من فوق. هذايا فلتر نتاع الهواء، هذه نتاع الهواء، هذه الميموار محطوطه هنا الكارطه، هذه المصب نتاع زيت الفرامل، وتحت منها السيرفو والمضخه. طبعا البطاريه معروفه، هنا الموحه نتاع الراديتير معروفه. فهو هذا ركبنا له موتور، هذا حساس نتاع الهواء، هذا حساس نتاع الهواء، ركبنا له موتور وخدمناه ولاباس الحمد لله. خدم يا خليل، شوفوا ما شاء الله الموتور ما شاء الله يعني ممتاز. شوفوا الموتور ما شاء الله، الموتور ما شاء الله ممتاز يعني ضعيف. سيري شوية سيري، السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.